الله وبركاته، جزاكم شكرا، ربكم بخير. كنا خلصنا كام بارت كده من البارت بتاعت السبيتش، كنا خدنا الناون، كنا خدنا البروناون، كنا خلصنا الفيربس. ناخد النهارده ان شاء الله بارت جديد برضه من البارت بتاعت السبيتش اللي هو الادجكتيف. خلينا كده نتفق كده في الاول، ايه هو الادجكتيف؟ لو تفتكر زمان، خلينا نرجع كده ستيب باك كده لورا، لما اتكلمت قلت عن البروناون، قلت ان البروناون ده ممكن هو it's a word that can replace the noun. يبقى pronoun كلمة ممكن تحل محل ايه؟ تحل محل النعم. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي بالظبط معانا. ليه؟ لان الـ adjective زي ما هي ممكن describe a noun, it also can describe a pronoun. يبقى what is the adjective? The adjective is a word that describes a noun or a pronoun. Okay? يبقى الـ adjective معايا بتوصف لي النوم وتوصف لي ايه؟ الـ pronoun. ده ببساطة كان الديفينيشن بتاع الايه؟ الادجكتيف. خلينا نتكلم عن جزء تاني اللي هو ايه هي انواع الادجكتيف. هل الادجكتيف ليها عندي انواع؟ ليها عندي انواع. الادجكتيف ليها 8 انواع. اوكي؟ تعال نشوفهم مع بعض. اول حاجة النمبر. طب ايه النمبر؟ النمبر بتاعك اللي انت مثلا ممكن تتكلم عن حاجة تقول 1 2 3 4 تقول النمبر بتاعها، وممكن برضه انك تستخدم ا او ان. يعني مثلا عندك تتكلم عن حاجة واحدة بس، فانت بتقول مثلا ايه؟ I have a white book. هنا كده بالنسبة لي هي ايه؟ number. كده حددت بيها ان هي ايه؟ واحد بس. يبقى عندي a او an ممكن تحدد لي ان هي ايه؟ حاجة واحدة بس. تمام؟ ممكن تذكر بعد كده تقولي 2 3 4 تحدد النمبر زي ما انت عاوز. بعد النمبر عندي opinion. opinion هو رأيك فيها، هل هي good bad amazing wonderful slow fast، كل الكلام ده ده الايه؟ opinion. your opinion in that thing. يبقى انت رايك في الحاجه دي برضو بيعتبر ان هي ايه؟ adjective. معاك بعد الاوبينيون عندي في السايز، الحجم بتاعها، هل هي big small wide narrow، ضيق او ايه؟ ده بالنسبه ايه؟ الحجم. ايه الحجم بتاعها؟ بعد السايز بيجي لك shape، شكلها عامل ازاي؟ هي مثلا circle، هل هي مثلا square، هل هي شكل بتاعها عامل ازاي؟ دايموند، شكل الدايموند، ايه الشيب بتاعها، ايه الشكل بتاعها عامل ازاي. بعد الشكل او الشيب عندي في كولر، الكولرز برضو بستخدمهم كانهم adjectives. بعد ممكن تتكلم مثلا تقول ريد بلاك وايت وات ايفر، يبقى الكولر عندي برضو بالنسبه لي نوع من انواع ايه؟ من انواع adjectives. عندي بعد الكولر في الاوريجن، الاوريجن اللي هي معناها البلد بتاعها او هي جنسيتها ايه، او مصنوعه مثلا فين، هل هي مثلا American, English, Egyptian, whatever. يبقى عندي بعد كده الأوريجين أو اللي هي الأصل بتاعها أو مكانها ظهر فين أو إيه جنسيتها أو الكلام ده كله. تمام؟ عندي بعد كده number 7 اللي هي الماتيريال. الماتيريال مصنوعة من إيه؟ هل هي wooden خشبية ولا plastic ولا metal ولا الماتيريال بتاعتها مصنوعة من إيه؟ آخر حاجة بتتكلم عنها اللي هي purpose. purpose الغرض منها إيه؟ هل هي مثلا لو بتتكلم عن knife أنت بتقول cutting، كده مثلا عن حاجة مثلا washing، بتكلم عن قلم بتقول writing وهكذا. يبقى ده purpose بتاعها انت بتستخدمها في حاجة. برضو عظمة مهمة جدا اقولها اللي هي ايه؟ اللي عندي دلوقتي انا قلت 8 types of the adjective، في 8 انواع للadjective. لما تحب توصف الناون او البروناون باكتر من adjective، لو عاوز اوصف انا الناون ده باكتر من adjective من types اللي احنا قلناهم دول، عاوز اقول مثلا ايه السايز وتقول الكالر وتقول الشيب بتاعه او تقول الماتيريال او تقول البيربس، يعني عاوز اوصف الادجكتيف بتاعتي بتو ادجكتيف بثري بفور حتى لو بالايت كلهم بالثمانيه كلهم، يبقى انت كده لازم تعمل خطوه مهمه جدا اللي هي ايه؟ حاجه بنسميها الادجكتيف اوردر. ايه هو الادجكتيف اوردر؟ اللي هو الترتيب بتاعت الصفات دي. الترتيب بتاعت الصفات ده هيتم زي الطريقه بالظبط اللي انا عرضتها دلوقتي، اللي هم ايه؟ هتبدا بالنمبر، opinion، size، shape، color، origin، material، purpose. يبقى دول كده لازم يمشوا بالترتيب اللي انا قلت عليهم دول. تعال نشوف example. I have an amazing big square white American metal washing machine. شو خدتهم بالترتيب كلهم؟ انا كده قلت the eight parts، انا كده عملت الثمان الاجزاء او الثمان انواع بتاعت الادجكتيف وحطيتهم كلهم في جمله واحده، بس انا مشيتهم بالترتيب اللي احنا قلنا عليهم ده. لو مش عاوز تستخدم البارتس كلهم، عاوز تستخدم مثلا ثلاثه مثلا منهم، مش عاوز ابتديت مثلا ايه؟ ابتديت بالنمبر، مش عاوز اقول الاوبينيون، طب بعد كده ممكن تقول الشيب، طب بعد كده ممكن تقول الكالر، طب ينفع ارجع للسايز تاني؟ لا، يبقى انت لازم ترتبهم بالترتيب اللي موجود بتاعهم.
تحطهم. تحب تعمل جملة اكتبهم كده كلهم قدامك واختارهم بالترتيب. تعال نشوف example. There are small green plastic toys on the floor. كده انا قلت كام حاجة منهم؟ قلت ايه؟ There are ايه؟ small كده قلت size بتاعهم. Green قلت ايه؟ color. Plastic قلت ايه؟ material. كده اتكلمت عن ثلاثة. الثلاثة مش جنب بعض في التصنيف اللي احنا قلناهم، بس لازم نمشيهم ايه؟ لازم نمشيهم ايه؟ بالترتيب. ممكن نعمل لهم اختصار كده، حاجة تفتكرهم كده، ممكن تقول ايه؟ No Sascom P. No Sascom P. لو جبت كده كل أول بداية كل حرف من كل التايبس احنا قلناهم بتاعت الأدجكتيفز، هتلاقيهم بيكونوا معاك ايه؟ بيكونوا معاك الكلمة دي. اتدرب عليهم ولاحظ الترتيب بتاعهم كويس جدا. لغاية ما بيكون إن شاء الله فيديو جديد بيتكلم عن الأدفرب. أشوفكم على خير إن شاء الله. سلام.